متابعين حلقتنا بي ام تي في الايف، ورح نحكي هلا عن الاكل الصحي او طريقه حياه صحيه لسنه 2021. معنا تالي ياغي اليوم اونلاين. تالي بوجور، ينعاد عليك. صباح الخير. صباح النور. كيفك رانيا؟ انا منيحه. ينعاد عليك وعلى المشاهدين كمان. دايما بنقول نيو ييرز ريزولوشن، احلى من القبلة. ان شاء الله. دايما بنقول ناتالي نيو ييرز ريزولوشن، رح بلش على اول السنه، رح بلش باول الاسبوع الدايت، رح بلش انتبه على اكلي. اليوم ضروري نخفف اكل، او يمكن لازم نكون عايشين بشكل هيك نظام صحي، بصير نظام حياتنا نوعا ما. صح، مزبوط رانيا. مثل ما قلتي، السنه الماضيه كانت سنه يعني كتير غريبة، ولازم نتعلم من الأشياء، التغيرات اللي صارت معنا سنة الماضية، كرمال السنة هاي نقدر نكون عم ننتبه على صحتنا، عم ننتبه على وزننا، وهو أكيد نظام لازم نتوقعه. من الأشياء اللي خلينا نفكر بالأشياء الإيجابية، ما بقى نفكر بالأشياء السلبية اللي مرقت. من الأشياء الإيجابية اللي لازم نتعلم منها هي إنه بعتقد مع قعدة البيت، مع الكونفاينمنت، صرنا نطبخ أكثر. يعني الناس اللي ما بيعرفوا يطبخوا رانيا صاروا فاتوا على المطبخ، بلشوا يتعودوا يحضروا الأكل بالبيت، وهذا شيء كتير إيجابي لازم يكمل بال 2021، لأنه الأشخاص اللي بيطبخوا بالبيت هني أشخاص نظامهم عادة الغذائي بيكون صحي أكثر، وبيصيروا يحاولوا يدخلوا، هلا مش أكيد مش دائما المأكولات الصحية، بس بيحاولوا يدخلوا ويتعرفوا على المأكولات اللي ممكن انه تفيدهم السنه الجايه. مشان هيك خلينا بالبيت الاشخاص اللي كانوا بلشوا يحضروا خبز. انا بعرف انا منهم، بلشت حضر عده انواع من الخبز، لانه بالنهايه واحد بده يحاول قد ما فيه يستفيد من قعده البيت. الأشخاص كمان حضروا أجبين، بعرف ناس صاروا ما كانوا يعملوا لبن صاروا يعملوا لبن، الأطباق صارت يمكن صحية أكثر، لأنه ما ننسى رانيا نحن مطبخنا اللبناني هو من أغنى وأفضل الأنواع، يعني الكويزين، واللي هو ميديترينيان دايت اللي بيحتوي على الخضرة والفواكه. دونك خلينا هلأ نضلنا بالمطبخ وندخل الخضرة والفواكه على كل حال عنا إياها. على كل حال بفتكر رح نرجع هلأ في نوعا ما هيك حجر جديد رح يكون من بعد رأس السنة. كتير مهم أنه نرجع نفكر بهالموضوع. هلأ عم نحكي عن النوعية اللي هي كتير مهمة لإلنا، لصحتنا، لأولادنا كمان إذا في أولاد بالبيت، ولكن إذا بدنا نحكي عن الكميات، لأنه كمان كان عندنا مشكلة بالكمية ناتالي السنة الماضية، إنه كل الناس على القعدة بالبيت عم هيك نلقمش كل النهار، أو حتى يعني بنعمل يمكن غدا منزيدها شوي نوعين ثلاثة من الأكل، فالكمية كمان عم بتكون مشكلة. اليوم تعطينا هيك شوية نصايح لحتى نقدر نحد من كمية الأكل، لحتى نوقف بمحل أو من نوع كتير. يعني كم نوع أكل الأفضل أنه نتناوله على وقعة واحدة؟ هلا أكيد وقت اللي نقعد بالبيت في كتير أشخاص، في دراسة عملت فرجوا أنه الأشخاص اللي خلال فترة الحجر، مش بس بلبنان، بكل بلدان العالم، نسبة زيادة الوزن تقريبا حوالي 30% من الناس التجأوا للمأكولات مثل الشيبس، مثل الكومفورت فودز، اللي هن بالإجمال مش دايما مأكولات صحية. صرنا ناكل أكثر سكر. للأشخاص اللي يمكن عندهم ميول لتناول المأكولات الحلوة، صرنا ناكل سكر أكثر، ناكل مثل ما عم بتقولي وجبات إضافية يمكن مش بالضرورة تكون متوازنة. ولسوء الحظ كمان رانيا بلبنان، ما ننسى أنه نحن عنا كمان مشكلة اقتصادية، صارت المأكولات اللي بتتوفر عنا بالسوبر ماركت منا هي نوعيتها جيدة. إذا بتلاحظي مثلا انواع الاجبان اللي كنا، او خلينا نبلش نحكي اول شيء على الحليب او على الكريمات اللي ممكن نستعملها، صرنا نلاقي ماركات جديده مش بالضروره تكون هي نوعيتها منيحه. يعني مثلا بعطيكي مثل، اذا شخص بده يستهلك كريم او بده يضيف كريم بمأكولاته، بيلاقي بالسوبر ماركت نوع معين من
هالمنتجات ما انه صحي. وقت اللي نحكي عن الدهون النباتيه لازم نتجنبها، وقت اللي نحكي عن بدائل الجبنه، لانه هلا ما بقى يمكن اذا بدنا نشتري جبنه بنروح على السوبر ماركت الاجبان اللي هي جبنه ناتشرال تشيزز، اكيد بنلاقي الحلوم وبنلاقي العكاوي وبنلاقي هالانواع من الاجبان اسعارها زادت. ففي كثير اشخاص التجأوا لانواع ثانيه جبنه ارخص، بس هي بالنهايه بدائل للجبنه، منا جبنه وما فيها ميزات الجبنه اللي يعني لازم نتناولها. نعم. بقى اخر سؤال نتالي ننوع. نعم اخر سؤال قبل ما نختم عفوا، اي اكل او اي ماكولات لازم نحن نتجنبها للمناعة أيضا؟ لأنه اليوم كمان عم نهتم بصحتنا مش بس بشكلنا الخارجي، ضروري نكون عم نقوي مناعتنا ونكون عنا الفيتامينات الكافية. صح، مشان هيك مهم أنه نطبخ بالبيت، نحاول ندخل المأكولات اللي بتقوي المناعة، وما ننسى المناعة منا طبق أو طبقين، المناعة هي نظام غذائي بيحتوي على كمية فيتامينات كافية. ندخل نوعين خضرة، نوعين فواكه بالنهار، ندخل خضرة على كل وجبة ناكلها، نحاول نخفف من اللحوم، لأنه اللحوم كمان خاصة عم نحكي نحن هون اللحوم الحمراء ما بتفيد الصحة قد ما نحن بنفكر. ما نلغيها أكيد، بس نحاول أنه نخفف من الكمية، ندخل البقوليات، وندخل أهم شيء نرجع على التقاليد الغذائية اللي نحن عنا إياها بمطبخنا اللبناني اللي هي اليخاني، لأنه بتحتوي على النشويات، بتحتوي على البرغل، بتحتوي على الخضرة. نحاول نرجع على نظامنا التقليدي اللبناني. انا بعتقد انه منقوي مناعتنا، والفواكه اللي نحن بحاجه انه ناخذها بطريقه يوميه ما ننسيها، لانه معظم الاوقات بنلتجئ مثل ما عم بقول للسكر وللحلويات، خاصه اذا نحن بنحب نحضر الحلويات. فاذا خلينا ندخل على القليله حصتين فواكه بالنهار، ندخل الخضره على كل وجبه ممكن انه نتناولها ان كان مطبوخه او نيه، وما ننسى انه الصحه، صحه مناعتنا بتبلش بالتوازن، بتبلش بالتنوع بالنظام الغذائي، وما نقفي وجبات، يعني نحاول يكون عندنا نمط غذائي صحي كرمال تنقوي مناعتنا، لانه هيدا بالنهايه التوازن اللي عم نفتش عليه. يعني هيدا مثل ما بنقول اتس ا كايند ريمايندر. شكرا لهالتذكير ناتالي، الحلقه كثير مهمه علما انه هن عناوين عامه. شكرا لك وينعاد عليكي وتكون سنه خير وصحه للجميع. ثانك يو ناتالي ياغي. بريك ومنرجع.